حملة واسعة لتأهيل عدد من الجسور والطرق بدأت بتنفيذها الدوائر البلدية التابعة لأمانة بغداد، من بينها جسراء الجمهورية والسنك، إضافة إلى توسعة طرق رئيسية وفرعية في مختلف مناطق العاصمة بغداد، في وقت تؤكد أمانة بغداد أن عمليات الصيانة والتأهيل ستشمل مناطق واسعة. بغداد تحتاج إلى إعادة الجسور، إعادة صيانتها، الأنفاق إعادة إكسائها، الجوينات إعادة ربطها، زائد توسعة الطرق. جسر الجمهورية وجسر السنك هذا نيج صيانة، فعملية الجسور البيدينة اللي تعبر النهر والجسور اللي الجسور والمجسرات القديمة، تعرف أنت عندك أكو جوينات يحتاج لها إعادة العمل بها، ويحتاج عملية إكسائها المدة الافتراضية للقير أو للزفت القديم انتهت، فصير بي جوينات. الدوائر الخدمية التابعة لدائرة بلدية الشعب أنجزت مراحل واسعة لإعادة وتأهيل أكثر من شارع من خلال توسعة هذه الطرق وبناء أرصفة جديدة ستسهم في انسيابية الحركة في هذه المنطقة والمناطق المجاورة. تطوير مجموعة من الشوارع شملت شارع أبو القاسم الشابي اللي احنا اليوم موجودين به، بتعريض الشارع وصب الباور كيربر وإكساء الرصيف بمادة المقرنص تأهيلا لإكساء بشكل كامل، وأيضا هنالك لدينا شارع فهم المدرس اللي هو موازي لهذا الشارع، أيضا هنالك تطوير به وتعريض وصب بمادة الباور كيربر وتأهيله بشكل يتلائم ومتطلبات حاجة المنطقة. لسنوات عديدة أهملت هذه الشوارع لتتوجه عجلة إعمارها بشكل واضح وفي مختلف مناطق بغداد، وسط مطالبات بأن تستمر عمليات التأهيل والصيانة بشكل دوري ودون توقف. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية.